يا صباح الخيرات، وصلنا معكم لفقرتنا الطبية. مع تغير الفصول والانتقال من الشتاء للربيع ودرجات الحرارة المختلفة بين دقيقة والثانية وبداية موسم النباتات يلي بتبلش تظهر في حالات مرضية بتتراوح بين الخفيفة والشديدة حسب الحالة الصحية للشخص يلي هي حساسية الربيع يلي بيعاني منها معظم الأشخاص بهذا الوقت. بتعاني منها أنت نور؟ الحمد لله لا. الحمد لله. الحمد لله لا. بس في نسبة كتير كبيرة من الأشخاص بتعاني منها بهي الفترة وتحديدا بهذا الجو. بتلاقوا مرضى بيعانوا من ضيق تنفس وسعال وغيرها من الأعراض، ومثل ما معظم الحالات المرضية عندها أسباب وعلاجات، كمان الحساسية علاج وأغذية بتناسب المرضى وبينصحوا فيها الأطباء والاختصاصيين، وكمان أغذية لازم يمتنعوا عنها لحتى نتعرف أكثر عن حساسية الربيع. نرحب مع بعض نحن أنا ونور بضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو الدكتورة ثواب الغبرة اختصاصية التغذية. يسعد صباحك. يسعد صباحك. يسعد صباحك دكتورة. يا وسهلا بالربيع هذا معنا لليوم. طبعا أزهر الربيع. تحت الهواء كانت الدكتورة هيك شوي عم بتبهدلنا على بعض النقاط الخاطئة يلي بنقوم فيها بسبب الحساسية، رح تنبهينا عنها هلا. أحلى شيء عم بهدل كمان. عم بهدل. والعصاية بإيدي. أحلى شيء الدكتورة تكون من فعلا من الأشخاص اللي هن بيقوموا بعض الأخطاء إنه كيف بتعملوا هيك؟ طيب حساسية الربيع قبل ما نتبحر فيه شو بنقصد فيها؟ هلا حساسية الربيع بينتشر بالربيع مادة اسمها غبار الطلع، الكل بيعرفها. اوكي. وقت بتفوت على أنف الإنسان عند إياها بيتعامل معها جهاز المناعة كأنه جسم غريب، فبيفرز أضداد. بعض الناس الضاد اللي بتنفرز من وراء هاي المادة هي أكثر من غيرها، فبيولج سيلان أنف، تهيج أخشية مخاطية، بتوصل للعين، بتوصل للحكه، بتوصل لهستامينات عالية، بتسد الجهاز التنفسي. بتوصلي تفكري إنه فعلاً مرشح ومقرب وهالقصص هي كلياتها. وهو ما في حساسية. مدام أنا نقصت الأكسجين بالجسم، نحن عنا كل مشاكل الوظائف بتتعطل. فيعني حساسية بسيطة ممكن تعطله عن عمله للإنسان، ممكن عندك يعني جد تعمل له صداع، تعمل له ضيق تنفس. هالأمور هي كلياتها بتتراوح من فترة لفترة من هالقصص هي بنسب متعددة بين واحد لواحد. توصل أحياناً لبعض الناس إنها توصل إنها تاخذ العقاقير الكيميائية لهالقصة هي، وعقاقير الكيميائية هي عندي إياها فعلاً عندي إياها مزعجة وآثار الجانبية على أكثر. مضادات الهستامين هلا مثلاً كلنا بنعرف إنه قديش بتزود وزن بغض النظر عن الكورتيزون والأمور هي كلياتها. فهي كلياتها بتولد إنه مشاكل على المدى الأبعد، فنحن فينا نحط شيء طبيعي، شيء بسيط نعالج هالأمور هي كلياتها بسهولة، وقبل ما تهاجمنا نهاجمها. ومو بالبردان، مو بعصير. اكيد اكيد فيتامين سي. هلا نحن عم نحكي انه في بعض الاشياء ما بينتبه الانسان لها، صار عنده سعال وهيك يلا عصاير وهالقصص هي. فيتامين سي لا يعالج هجمات حساسيه، هي بدنا ننتبه عليها رغم انه مضاد اكسده قوي، لكن نحن هلا جهاز مناعي متنشط باقصى درجاته، ما فوت له ماده تنشطه اكثر. فهي هي النقطة، فكرة انه مو نحن ضد العصاير والفيتامين سي ولكن باوقات الصح، يعني بشيء الصح. صح. هلا ممكن نكون نحن مثلا خلقانين عنا حساسية طبعاً. من طفولتنا طبعاً. من صغرنا، ولا ممكن فجأة نحن بعمر معين تظهر عندي الحساسية؟ مدى الحساسية بدرجات الانسان اساسا اول قاعدة لها هي العامل الوراثي. يعني طبعا الحساسية وراثية، خلينا نحكي تكتسب احيانا على المدى الابعد، اذا اختلف يعني واحد سافر من بلد لبلد وهالامور هي كلياتها وجس والاجسام هي عندي ما تعرف عليها جهازه المناعي، فبيصير عندك اياها اضداد لها بشكل كثير كبير. فالفكره هلا جايين نعرف انه نحن كيف نظبط هالامور امور طبيعيه ونهاجمها قبل ما تهاجمنا. أوكي. اذا بدنا نهاجمها قبل ما تهاجمنا، اول شيء عندي اياها غسولات الماء والملح. هاي بالنسبة لنا بتعمل عندي اياها شيء تنظيم لجهاز المناعي بمنطقة الجيوب. فكتير بتحسي انه انا مادة الغبار طلع من اول منطقة الانف انهمدت، يعني لصقت وعندي اياها كل هالامور هي كلياتها، لانه مادة الماء والملح مادة مذيبة، اي شيء من الغبار ومن اي بقايا الجو عندي اياها فورا بتوقف عن حدها بدون ما تفوت التنفس والجهاز المناعي ليوصل للحلق والامور والجيوب الداخلية. هلا غير اني انا مثلا عم نعمل بهالفترات هي غسول ماء وملح وهالامور هي، الماده هي عندي اياها بستخدمها للوقايه وللعلاج. دخلت هجمه حساسيه على البيت وبعرف انه في عندي مثلا طفل بالبيت بيتحسس، انا بتحسس، اللي هو اهم شيء عندنا اياها هي كمواد اساسيه نحن بنقول ماده الزنجبيل وماده اسمها لبان الذكر. هي الماده هي رائعه جدا لتنظيم الجهاز المناعي. هلا اللبان ما كثير نحن بنعرف شلون اليات استخدامه، لكن فينا نحط معلقه صغيره بسيطه ان نعمل لها علك هي بهالامور هي، فبتلاقي انه صار فعلا
توقفت على بكرة أبيها الهجمة الحساسية، خاصة حساسية الربيع. هلأ إذا كان ما عنا هاي الأمور هاي، ففي عنا نحن مادة البصل، بغض النظر عن رائحتها، مادة البصل عندي إياها، أي اللب الداخلي للبصل بيوقف هجمة الحساسية بشكل رهيب. هلأ نحن اللي بدنا نحكي عليه إنه لا نفرض لا هذا مستسيغه وهذا متوفر وهالأمور هاي، مادة الزنجبيل مادة رائعة لإيقاف حساسية الربيع، ففينا نغلي فيها مع الشاي، نحن مادة الشاي والزنجبيل مادة توقف هجمة الحساسية وبتوقف عندي إياها شيء اسمه سيلان الأنف بشكل كتير كبير. هلأ الفكرة نحن كمان هجمة الحساسية وهالأمور هي كلياتها، وكمان صار في تدرجات بالدرجات تبعها، وصلت معي الحساسية تجاوزت 3 أيام وبلشت بدي أتحمل، بدي أخذ دواء أنتي هستامين وهالأمور هي كلياتها، لا أنا بنقول كانوا في تمكن حكي لا نحن انه طيب. انا بدي انقل لك انه نحن اخذنا الاحتياطات قبل الهجمه، ولكن اذا حصلت الهجمه هلا تخرجنا اللبان والبصل نحن عنا اياها وماده الزنجبيل قبل الهجمه. اي لا لسه خلصنا الهجمه، فاتت الهجمه هي تماما، اي فاتت الهجمه وبلشنا نحن حنوصل لمرحله انه نروح على الطبيب وناخذ انتي هيستامين. على قد ما الموضوع مهم قد ما في نحن عن جد عنا استفسارات، مو بتمنع حكي، عنا استفسارات كثير مهمه لحتى نسالك عنها. اي فالفكره انه انا عندي اياها، لا لا هي فتحت ولا هذا ولا فتح التنفس بالنسبة لنا. هلأ بيصير عندي إياها بس استنشاق الشاي الساخن، الشاي الأسود كتير رائع شربه بهيك حالة وبخاره رائع جدا لهالأمور هي. أوكي. وصلت الحكة لدرجة العين لسيلان العين وهالأمور هي، نحن بنقول كمادات البابونيش بتخفف عندي إياها تهيج الأغشية المخاطية وبطالع أي التهاب ممكن سببه هذا الأمور هي، الهواء تبع اللي تعرضنا له خارج البيت والأمور. بصل أخذناه وما لقينا فائدة، أنا تدرجت فيهم بالتدرج شم. البصل لا مو شم، ولا عصير أكل. ولا أكل. أكل البصل بيحتوي على مادة عندي إياها اسمها الكيريستين، هاي المادة الكيريستين مضاد أكسدة قوي جدا، توقف عندي إياها إفراز عندي مادة الهستامين من الجسم عندي إياها لتقاوم هاي الحساسية هاي. فالفكرة الهستامين هو اللي هو بيعمل ضيقة النفس، المادة تبع المادة الإفراز المخاط تبع الأغشية التنفسية كلها هي بيوقف لها النفس هاي المادة هاي. مادة الكيريستين مضاد أكسدة تمنع الهستامين إنه يعلى تركيزه بالدم، فهي مادة رائعة جدا، مادة عندي بالنسبة لي بترجع الأمور كلها بتتوازن بجهاز المناعي، هاي ميزة البصل تمام. هلا اذا انتقلنا للزنجبيل وامور هي، هي امور تبع الزنجبيل مفيد للماده المخاطيه اللي ولدها ماده الحساسيه تبع الهستامين. فنحن بدنا نتدرج، برجع بعيد، اول شيء ماء وملح ما زبطت معنا، شويه بصل ما زبط معنا، الماء والزنجبيل وهالامور هي. هلا بننتقل للشاي الاسود، الشاي الاسود اللي بنغمقه كثير جدا، هلا فينا نعمله ككمادات وفينا نشربه كمان، كمان هذا مضاد حساسيه رهيب جدا. اوكي طيب هلا مرضى اللي بيصير معهم الحساسيه، خلينا نقول في اغذيه معينه لازم يتجنبوها، في اطعمه معينه لازم يبعدوا عنها اثناء الحساسيه، وفي نظام غذائي اكيد انت بتنصحي فيه انه هن يتبعوا اثناء ايضا الحساسيه اللي هن فيها، فممكن تحكي لي كمان عن شو نبتعد وعن شو كمان نلتزم بشو نكمل غذائنا. هلا الحساسيه التنفسيه بتجر ما وراها حساسيه غذائيه، يعني انا مدى ماده الهستامين عم تتفتل بالدم وهالامور هي كلياتها، بدي انتبه ما يصير معي اذا كان عندنا مشاكل حساسيه غذائيه، وكل انسان بيعرف حاله من شو بيتحسس غذائيا، لانه انا الهستامين ماده هي تفرز وقت بيكون عندي اياه نشاط عالي جدا فوق طاقه الجهاز المناعي، فنحن بدنا ننتبه انه نحن مثلا انا بتحسس من البيض ما بزود البيض، مثلا انا بتحسس من الفريز ما بزود الفريز، لانه ما بدي ارفع نسبه الهستامين اكثر مما هو رافعته الجهاز التنفسي. فنحن بنقول تقرضنا للحساسيه الغذائيه فتره الهجمه الحساسيه التنفسيه كثير بيكون عالي، فبدنا ننتبه باي شيء نحن ماكولات نحن متحسس فيها نبتعد عنها. الشيء الثاني الماده اللي بتحسس كثير انا بكره بفتره الحساسيه انه يزيد الانسان مواد من المعجنات، انا ماده المعجنات هي بتقتل قتل الكولون، والكولون انا بالنسبه لي كثير ماده رائعه لتصريف ما تبقى من اي سموم من الجسم عندي. بتقتل الجوع بس ما لا 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 والله بتجيب الخمول والتخمه وبتجيب البلاده بالذهن. انا هي الماده هي انا بلاقيها يعني تصبح الذهن بليد بعدها، يعني حتى نحن اطفالنا ياكلوا فطاير كروسانات هالقصص هي بتحسي انه بعدها عن جد حتى استيعابه اكثر من صحن فول بعد ما بيزبط ابدا معي بي حتى بتلقي للمعلومات. انا ماده العجين هي ماده رهيبه لشيء اسمه تخمر الكولون، عمليه التخمر بتسحب
أكسجين أكثر من عملية الهضم بالقولون، فأنا بالعكس أنا بدي زيد نسبة الأكسجين، فلذلك النظام الغذائي الصح لإلنا يبعد عن هالأمور هاي. غير هيك أنا بالنسبة للمادة اللي هي بتحسس فيها منها غذائيا، الشغلات الثانية اللي هي عمليات اللي بتقل عملية الهضم، النقطة اللي بيهمني كمان أمر بعد عن مادة اسمها السكر كتير بنسبة عالية. هلا نحن معروفين نحن بنلاقي السكر هو مادة قاتلة عندي أهل الجهاز المناعي، فنحن بنقول كل ما أنا ارتفع نسبة الأنسولين بجسم أداء وظيفة الجهاز المناعي بتكون كتير جدا سيئة أو عشوائية، فما بالك إذا أنا عندي هجمة حساسية وكمان عشوائية الجهاز المناعي، فبصير على عندي إياها مشكلتين. تمام. طيب رح ننتقل للأطفال. اليوم التعامل مع حساسية الطفل مثل التعامل مع حساسية الكبار اللي خبرتينا عنهم، فينا نتبعهم مع الطفل ولا لا؟ في له بروتوكول خاص فيه؟ هلا حساسية الأطفال غالبا أنا بحذر من بخاخات الكورتيزون إلا إذا كانت جدا شديدة بالنسبة لأن الهجمة حتى عندي إياها مشان فتح المجاري التنفسية مشان التنفس لأنه ما رح يقدر ينف، ما رح يقدر يطالع البلغم، ما رح يقدر يتعامل. مو أنا ضد كمان إني أنا فكر إنه أنا حاملة عاملة هجمة، أنا بعرف إنه أنا عدائتي للكورتيزون مو جاية من شيء إنه مثلا إنه نحن ضد إنه هو قابليته ولا إنه يكون مضاد التهاب رهيب جدا، لكن استخدام بخاخات الكورتيزون وتعويض الطفل عليها على أي هجمة عندي إياها هي مشكلة كبيرة، لأنه هي بتوقف من عملية النمو تبعه. فأنا هاي هي وبتخلي الولد عندك يكتسب شكل الوجه القمري، الرقبة العريضة، النقطة الثانية السمنة اللي غير بوقتها، لكن نحن وقت الهجمة الشديدة طبعاً بدنا إياه، لكن وقت ما بيكون عندي هالهجمات الشديدة وبنقدر نضبط الأمور بالأمور الطبيعية، يا ريت الأهل ينتبهوا على هالأمور هيك كلياتها. من أحد الأشياء اللي بتفيد الطفل عندي إياها حتى تقاوم وصوله لهجمات حساسية عالية هي مادة اسمها الشمندور، وسبحان الله بتكتر نسبتها بهي الفترة هي، مو الشمندر، كثير عالم تخربط بين الشمندر والشمندور، هي مادة الصمغة، هي بتعمل عندي إياها أداء وظيفي عالي للجهاز المناعي، هي المادة إذا خلطت ناها بالحليب للطفل بيمنع منه هجمات عندي اياها الحساسيه اللي هي بتعمله ضيقه النفس وتخليه ياخذ هالبخاخات العاليه. فانا كثير بحبها وحتى منيحه للنمو تبعه. فهلا هي القصص هي كثير هي اللي بنبه عليها. اما فيما تبقى ذلك في تعاطى مع كل الامور اللي بياخذها البالغ الكبير مثل البصل، مثل ماده الزنجبيل، مثل الشاي، كله هذا رائع جدا بالنسبه لنا ليوقف الهجمه تبع الطفل. وان شاء الله بنقول يعني سبحان الله كل ما زاد الوعي عند الام كل ما هي تعاطت مع طفلها ونفت من هالامور هاي تماما صارت تعرف تتعامل. هلا في شيء ثاني بعلم الحساسيه نحن بنقول انه طب يا الله نحن كل ما بده يصير ربيع عندي بدي اتحسس، ففي شيء بيقولوا لك انه في شفاء منها هي الشفاء منها عندي اياها مو بهجمه الحساسيه، هي انه رفع اداء الجهاز المناعي بغير هالاوقات. انا بقول زيت حبه البركه وماده العقبول مو داخل فتره الربيع، هي بتعطيني مقاومه جدا انه بحيث الربيع الجاي انا ما فوت على هالهجمات. انا بشهد بالضبط لانه هي المواد هي رهيبه بمضادات التاكسد ومع بتقوي مناعه الكبد، لانه مناعه الكبد هي الاساس بعمليه اني انا اتعرض لهي الماده وتحسس منها ولا لا. تماما. ختاما نشكرك لوجودك معنا دكتور، المعلومات الحلوه اللي بناخذها منك بكل فتره وبكل ظرف نحن موجودين فيه. يسعد صباحك، اهلا وسهلا فيك لك ويسعد صباحك. صباحكم سبت النور، سبت الفرح وفيض النور، واسماء كثيره ثانيه اطلقوها على اليوم يلي تزدحم فيه كنيسه القيامه في القدس بعدد كبير من المؤمنين من الجنسيات كافه لانتظار انبثاق النور من قبر السيد المسيح ليوقدوا الشموع من شعله النور وينقلوها